بينضم إلينا ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمد مراد، نعرف منه آخر الاستعدادات الفرق ونعرف كواليس أكتر عن مباريات بكرة. أستاذ محمد، إزي حضرتك يا فندم؟ حبيبي يا كابتن اسلام، وكل حبيبي سنه وحضرتك طيب وبخير، وسنة وأنت طيب. وبكمل على كلامك كده. يعني الحمد لله، مش عايز اقول الاهلي، لا الاهلي في اي مكان بيبقى اضافه ومكسب لاي بلد بتلعب فيها، سواء بطوله السوبر او كاس مصر. نفس الامر الزمالك، نفس الامر عندنا انديه كبيره جدا الحقيقه نفتخر بيها في اي مكان، سواء في الامارات. الحقيقه اللي بنشكرهم على التنظيم والاستضافه وحسن الاستقبال وحسن التنظيم. الحقيقه الحمد لله ان حضرتك طبعا متابع النهارده المؤتمرات ومتابع التدريبات، حاجة جميلة جدا بصراحة. الدنيا زي الفل والدنيا ماشيه كويس. بس هرجع واقول لك كابتن، يعني زي ما قلت لك خالص، الحمد لله الاهلي بشعبيته يعني بيضيف لاي بطوله بيبقى موجود فيها. الاهلي لما بيدخل اي بطوله بيبقى طبعا هدفه الاول والاخير للمكسب، هدفه الاول والاخير ان هو يبقى رقم واحد. والتقدير يا كابتن، يعني طبعا انا مش عايز اقول مبروك في النادي الاهلي على البرونزيه، لا يعني الجماهير كانت مستنيه طبعا صحيح، الاهلي يبقى موجود في النهائي وموجود ويحقق البطوله، ما عادش بقى زي زمان اللي هو احنا بنلعب فرقه كبيره. لا الاهلي يعني زي ما عود جماهيره، وان هو في اي ماتش بيدخل بيلعب على ال3 نقاط. الحمد لله النهارده كان بدايه المؤتمرات وشفنا تصريحات معلش المدربين ممكن يا استاذ محمد، انا عارف ان انت عندك كواليس هذا الامر برضو، لانه مهم جدا ان احنا نعرف، لانه انا سمعت الحاج عامر حسين وهو بيتكلم في هذا الامر. النادي الاهلي طلب وبعت تاجيل المباراه 24 ساعه، وكانت هناك محاولات برضو عشان نودي للناس وجهه النظر كامله، كان هناك محاولات، ولكن للاسف الحقيقه ان مجلس ابو ظبي كان مرتبط بامور اخرى بعد يوم 28، وبالتالي لم يتم الموافقه على التاجيل. يعني انا اقول لك حاجه كابتن، يعني هو في الاول خالص الحاج عامر او لجنه ثبات او اتحاد الكوره وكانوا باعتين مواعيد الماتشات قبلها يوم بشهرين. صحيح، قبلها بشهرين، يوم 26 ويوم 29. تمام. فالحقيقه زي ما انت حضرتك قلت، طبعا مجلس ابو ظبي مرتبط باول حاجه بالسوبر الاماراتي موجود هنا، تاني حاجه عندهم ماراثون زايد الخيري يوم 30 في العاصمه الاداريه، وده حدث كبير وفيه اهتمام كبير جدا من جانب مجلس ابو ظبي، من جانب الدوله المصريه. فبرضه كانوا عايزين يعني هم مرتبطين بالحدثين دول، ف يعني مش عايز اقول رفضوا لهم، يعني فضلوا ان الماتشات تبقى يوم 25 و28. زي ما قلت لك ان كانت محاولات ثانيه، يعني بعد ما الاهلي طلب في محاولات من اتحاد الكوره ان هو يتم ترحيل المباريات في 24 ساعه، لكن زي ما قلت لحضرتك يعني لو رحلت الماتش الاولاني تبقى يوم 26، فبالتالي الماتشات الثانيه هيبقى تبقى يوم 29. فبالتالي انت عندك 4 فرق، فمظبط امورك على حجوزات، سواء بقى الفنادق او سواء الطيران والعوده للقاهره، والاهم ان هو الارتباط اللي الناس مرتبطه بيه اللي هو مرض الخيري، تبقى مرض زايد الخيري اللي موجود في العاصمه دي. فده كان ارتباطات السبب اخرى الرئيسي. يعني. فده كان السبب الرئيسي يا كابتن في ان هو الماتش ما يتمش تاجيله 24 ساعه. لكن النهارده مستر كرو اتكلم في المؤتمر واتكلم في الحته دي تحديدا، وقال لك طبعا الظروف صعبه، انا لسه راجع امبارح طبعا من جده، لكن عندي الحمد لله لعيبه جاهزه ولعيبه كبيره ولعيبه اصحاب خبره، وبنلعب اي ماتش للفوز، وبنلعب اي بطوله اللي احنا نبقى رقم واحد ونفوز بالبطوله. ان شاء الله عندي لعيبه يعني كبيره ولعيبه رجاله ويقدروا يحققوا الهدف المطلوب منهم. وطبعا قال ماتش صعب، ماتش يعني سيراميكا طبعا بتضم لعيبه كبيره ولعيبه على مستوى جيد جدا، وقال ان الماتش هيبقى قوي وال4 فرق عندهم طبعا فرص، لكن انا كاهلي موجود في اي بطوله ان انا بحقق صحيح، بلعب على المركز الاول. حتى في ظل نفس الامر الاجهاد بقى الكبير اللي بيمر بيه النادي الاهلي الحقيقه، ولكن دايما بيبقى عيننا على او النادي الاهلي بيبقى عينه دايما على المركز الاول. نعم. يعني اللعيبه طبعا يا كابتن، لعيبه كبار، وانت حضرتك كنت طبعا لعيب كبير في الاهلي ومنتخب مصر، وكنت بتمر بالظروف دي، فانت خلاص كلاعب كبير اتعودت على الاجواء دي وعلى الازمات وعلى دي الوقت، فخلاص لعيبه الاهلي تعودوا على حاجه زي دي.
وزي ما قلت لحضرتك يعني عنده كوكبه كبيره جدا من اللعيبه، اي لعيب منه طبعا شارك هيكون طبعا اضافه للنادي الاهلي. فماتش يعني ماتش طبعا ماتش صعب. كابتن ايمن الرمادي طبعا علق قال لك طبعا يعني ايا كان الظروف اللي بيمر بها النادي الاهلي كان هيظل للنادي الاهلي طبعا فريق كبير وفريق قوي، وطبعا يعني رغم الظروف اللي يعني عودته من كاس العالم للانديه، لكن طبعا النادي الاهلي هيظل من اقوى الفرق في الكره المصريه طبعا وفريق كبير. وقال انا طبعا يعني كل فريق عنده طموح، انا عندي طموح ان انا اقدم ماتش كويس ضمن الاهلي، وبرده بيلعب كمدرب لفريق سيراميكا طبعا عايز بيلعب عن على الفوز والتاهل للمباراه النهائيه. وقال لك ان البطوله طبعا بطوله قويه وبطوله صعبه، يعني الاهم ان شاء الله تخرج بطوله كويسه تخرج بشكل مميز. كولر برضه اتكلم على حته مهمه يا كابتن اسلام على حته الجماهير، وقال انا يعني طبعا سعيد بوجود الجماهير في السعوديه. هل عندك علم يا استاذ محمد التذاكر اللي اتباعت قد ايه؟ لا والله كابتن، بس هو يعني بالعدد بالظبط او تقريبي لا يعني، بس النهارده خلال الساعات الاخيره دي كان في اقبال يعني مميز في الساعات الاخيره تحديدا النهارده عن امبارح واول امبارح. لكن اللي اقدر اقوله لك كابتن يعني زي ما الجانب الاماراتي واثق وعارف يعني مدى شعبيه الاهلي او الفرق الموجوده في البطوله، عارف ان شاء الله يبقى في اقبال جماهيري، وده الهدف يعني من الاهداف الكبيره طبعا. ان يعني مش عايز اقول لك ان في ثلاث او اربع دول يعني كل فتره بيطلبوا استضافه السوبر بعد نجاحها طبعا في الامارات ووجود الجماهير الكبير، فهم متوقعين ومتاكدين نسبة كبيرة طبعا من الجماهير هتبقى موجودة بكرة في طيب. الماتش. بكرة اليوم هيمشي ازاي يا استاذ محمد؟ بص كابتن، هو يعني هو الماتشين الساعة 3 و7 بتوقيت القاهرة، 5 و9 بتوقيت الامارات. يعني الماتش الاولاني طبعا زي ما حضرتك عارف بيراميدز وفيوتشر، وبعديها الفرقتين هيطلعوا بعد ما الماتش يخلص. مش هيبقى في ضربات جزاء كابتن، مش هيبقى في وقت اضافي، هيبقى في ضربات جزاء على طول في حاله انتهاء مباراه التعادل. ضربات جزاء على طول، ده بناء على 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 الاجتماعات الفنيه اللي تابعت المباراه وبالتنسيق مع بصراحه احسن وده صح كابتن والله. يعني وبيني وبينك كان يعني انا شايف ان الوقت الاضافي في معظم البطولات يعني ما بقاش مجدي زي بالظبط يعني بعدين نص ساعه يعني كتير قوي بعد 90 دقيقه تبقى الامور صعبه جدا في ظل حاله الاجهاد الكبير. انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي تحديدا يعني، لانه الثلاث فرق الاخرى ويمكن بيراميدز شويه، لكن الثلاث فرق اقل شويه او اقل كتير من النادي الاهلي، لكن يعني النادي الاهلي تحديدا اللي عنده يعني لسه راجع مشابكين في افريقيا طبعا مش زي الاهلي، لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لك خلاص انت كلاعب اهلي او لعيب فريق كبير خلاص انت اتعودت على ضغط المباريات المتتاليه خلاص، فبقى موضوع يعني خلاص اللعيبه اتعودت وبقى امر واقع. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه لازم يبقى في تنسيق في البطولات ويبقى في تنسيق في المواعيد ويبقى في انتظام في المسابقات ان شاء الله المواسم اللي جايه والفترات اللي جايه باذن الله. زي ما قلت لك كابتن يعني خلاص الماتشات لو في حاله الانتهاء الوقت الاصلي بالتعادل هيتم كل ضربات الترجيح على طول. الحكام طبعا زي ما انت حضرتك قلتهم في الاول خلاص يعني الحكام موجودين هنا من اول امبارح، وفي واللعيبه يعني محمد معروف هيدير ماتش الاهلي وسيراميكا، ماتش بيتر وبيراميدز امين عمر، وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق بكره باذن الله كابتن. يا رب كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله في مباراه بكره، وان شاء الله تبقى بطوله رائعه كالعاده. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد مراد.